دلوقتي بعد ما خلصنا الاس جروم والبي والدي والاف، عايز افكرك بحاجه كنت انت بتحبها قوي قوي قوي. فاكر الاتوميك نمبر؟ مش فاكر. طب فاكر النمبر اوف الكترون؟ مش فاكر. طب فاكر النمبر اوف بروتون؟ يا فاكر لما كنت اكتب لك رقم كده هنا تحت تقول لي ده اسمه ايه، اقول لك ده اسمه الاتوميك نمبر وهو هو الالكترون وهو هو البروتون. حلو، يعني كان بيتحط تحت هنا فاقول لك ده اسمه ايه، تقول لي اتوميك نمبر، اقول لك يبقى عندنا كام الكترون، تقول لي نفس الاتوميك نمبر، اقول لك يبقى عندنا كام بروتون، تقول لي نفس الاتوميك نمبر. طيب يعني سبحان الله يا سبحان الله. النمبر اوف الالكترونز ده بقى جينا قسمناه على انرجي ليفل، فاكر كان اسميهم ايه؟ كي ال ام ان، بس كان كي وال وام وان. اوكي، الكي كانت 2 الكترون، والال بتاخد 8 الكترون، والام بتاخد 18 ايتين، والان بتاخد 32 الكترون. عارف بنحسبها ازاي؟ هقولها لك بس انت لازم تحفظهم كده كده. الكي ده نمبر 1 صح؟ فبنروح قايلين 2 ان سكوير. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك يعني 2 والكي ده نمبر 1 يبقى 2 باي 1 تو ذا باور 2 تطلع بكام؟ يعني لو ال هنشوف هتبقى 2 باي 2. يا سبحان الله سبحان الله. ال بقى هتقول لي برضو 2 ان سكوير. مين؟ لا احنا بنحفظ الارقام في الاخر. 2 ان سكوير اللي هي 2 باي 2 تو ذا باور 2 تطلع بكام؟ لا 8 وانت 6. اللي بعديها الام، الام ده نمبر كام؟ 3. فتقول لي 2 ان سكوير. لازم اكتب دي مين؟ 2 ان سكوير. انا بعرفها لك عشان بتيجي في الاسئله. تقول لي يبقى 2 باي 3 تو ذا باور 2 تطلع بكام؟ صح فنان. ايتي الام برضو 2 ان سكوير. تقول لي احسبها ازاي 2 4 تو ذا باور 2 تطلع بكام؟ صح. يبقى الكي اخرها 2 الكترون، ال اخرها 8 الكترون، الام اخرها 18 الكترون، والان اخرها كام؟ 32. شطور انا. اوكي اوكي، بعديها ابتدينا هنحدد بقى من خلال الارقام والحاجات اللوكيشن جوه الجدول. عارف اللوكيشن بنحدده ازاي؟ بالواتساب؟ لا مفيش الكلام اللي انا قلته ده. اللوكيشن بنحدده بالحاجات دي. فبيقول لك هاو تو ديترمين لوكيشن، ازاي بنحدد اللوكيشن جوه البريودك تيبل، جوه البريودك ايه؟ ركز بقى عشان هنتخانق دلوقتي. اول حاجه تشوف النمبر اوف انرجي ليفل، تشوف عندك كام انرجي ليفل، وهو هو النمبر اوف انرجي ليفل هو هو هيبقى البريود نمبر. البريود ده اللي هي بالطول ولا بالعرض؟ ايوه، يبقى النمبر اوف انرجي ليفل هو البريود نمبر. هو مين؟ شطور انا. وتشوف النمبر اوف الكترون، تشوف النمبر اوف ايه، ويبقى هو هو الجروب نمبر، ويبقى هو هو مين؟ تيجي نبدأ؟ نبدأ عشان انت هتحل دلوقتي فركز. ده كالسيوم، ده ايه؟ الكالسيوم كام؟ 20. هنوزع الكي كان بياخد كام؟ ال بياخد كام؟ الام هياخد كام؟ 2 و8 10 و8 18. الان هياخد كام؟ قول. يبقى الكالسيوم في بيريود نمبر كام؟ عارف اعرفها ازاي؟ كي وال وام وان، دول كام انرجي ليفل؟
يبقى البريود نمبر كام؟ نمبر 4. يبقى بالظبط النمبر اوف انرجي ليفل 4 انرجي ليفل، يبقى البريود نمبر 4. البريود نمبر كام؟ نرجع تاني، الكي كان كام؟ والال والام والان، ليك دعوه باخر واحد بس، في كام؟ 2. يبقى النمبر اوف الكترون في الاوتر موست يعني في اخر واحد كام؟ ده عارف ده معناه ايه؟ يبقى جروب نمبر كام؟ 2. ايه صعبه، تيجي نشوف تاني حاجات. تعالى تعالى، ده الاكسجين، الاكسجين كام؟ يلا نوزعه، الكي تاخد كام والال تاخد كام؟ النمبر اوف انرجي ليفل عندك كام انرجي ليفل؟ يبقى بيريود نمبر كام؟ ما هو النمبر اوف انرجي ليفل هو هو البيريود، يبقى بيريود نمبر كام؟ طب جروب نمبر كام؟ ستة. ايوه، تقول لي النمبر اوف الالكترون بره 6، تبقى جروب نمبر 6 ايه؟ جروب نمبر كام؟ اللي بعده ده النيون، كام الكترون؟ يبقى كام وكام؟ حلو، يبقى كام الانرجي ليفل عندك؟ كام انرجي ليفل؟ يبقى كام بيريود؟ يبقى عندك كام الكترون في الاوتر موست؟ 8. ده اللي هي اخر واحده اللي هي بنسميها جروب نمبر كام، اللي هي هي جروب نمبر كام؟ فكرني بقى، جروب نمبر 18 دي في انهي بلوك جوه الجدول؟ هل في الاس في الشمال ولا في الـ لا في الميدل ولا في البي في الاخر؟ في البي. ليه؟ اه ليه بقى؟ الاول كان الاس 2 جروب بس، 1A و 2A. طب وفي الاخر كان 3A و 4A و 5A و 6A وزيرو. ايوه وزيرو. وبعد كده اللي في النص بقى كانوا هم البي. طب اللي بعديها كانوا هم الايه؟ ها؟ كانوا هم الايه؟ اللي في النص كانوا هم الدي. الدي؟ اه. يعني واحدة تانية. ايوه. اللي بعديها مين ده؟ ده 12. يلا نقسمهم 282. النمبر اوف انرجي ليفل يبقى بيريود نمبر. الاوتر موست كام الكترون؟ يبقى جروب نمبر اللي هي هي، ها بنسميها في الجدول جروب نمبر كام؟ اول واحده اللي هي هتبقى في الاس. صح، بس لازم الاول لما اسالك الجروب تراديشنال نمبر او التسميه تقول لي 2A. طب المودرن يبقى نمبر كام؟ 2 اللي موجود في الاس. يلا الاخير عشان هتحل دلوقتي، ده الهيليوم عنده كام؟ كام بيريود؟ حلو، جروب نمبر كام؟ جروب نمبر 2. اهو ده الوحيد اللي التراديشنال نمبر بتاعه كام؟ زيرو. ومودرن 18. ده اس ولا بي؟ بي. شطور، يلا بقى ورينا الشطار. ايه؟ لزيرو عشان ده الهيليوم. بص بقى يا صديقي، دلوقتي عايزين نعرف جوه كل جروب، الجروب ده بالطول ولا بالعرض؟ بالطول. اها، جوه كل جروب المميز وجوه كل بيريود المميز. نبدا بالجروب، الجروب اللي هي بالطول بيبقوا different النمبر اوف انرجي ليفل، يعني مختلفين في الانرجي ايه بس، سيميلر ان كيميكال بروبرتيز، يعني شبه بعض في الكيميكال بروبرتيز. ليه؟ عشان سيميلر النمبر اوف الكترون، سيميلر النمبر اوف ايه؟ زي مين؟ المغنيسيوم، تسمع بيه، والكالسيوم، دول نفس الجروب، دول سيم جروب، نفس الايه؟
دول similar in electron, similar in ايه؟ و similar in energy level و similar in ايه؟ كله ما عدا ايه؟ similar كله ما عدا دي مش فاهم يعني دي الوحيدة المختلفة سبحان الله يبقى هما different بس ما دي برضو energy level في النمط دي مين؟ ممكن اتلخبط من بين دي واللي تحت ايه ده جدع واحدة واحدة يبقى احنا بنتكلم عن الجروب بنتكلم عن ايه؟ different in energy level different in ايه؟ يعني ايه different in energy level؟ هنلاقي اول جروب energy level كام؟ 1 هنلاقي تاني جروب energy level كام؟ تالت جروب energy level كام؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ بس similar in chemical properties او similar in number اوكي؟ okay. ايه؟ وادي بعض في الايه شبه بعض في الكيميكال بروبرتيز شبه بعض في الايه والمغنيسيوم والكالسيوم موجودين في نفس الجروب موجودين في نفس الايه المغنيسيوم والايه المغنيسيوم والايه موجودين في نفس الجروب هو ده المثال ايه المثال المغنيسيوم والكالسيوم عايز تشوف الجروب نفسه كله تعال نشوف الجروب كله ادي يا عم الجروب كله بسم الله بص كده ادي مين ادي مين كلهم في جروب اسمه ايه تو ايه اللي هو تو هي تو ايه تو دول ديفرنت في ايه في الانرجي ليفل بس هتلاقيهم سيميلر في النمبر اوف الكترون عارف ليه تيجي نشوف كده هو ال MG12 تعال نقسمه مع بعض ال K كام ال L كام ال M كام تعال نشوف الكالسيوم اللي هو 20 ال K كام ال L كام ال M كام ال N كام ايه ده فقال لك عشان كده هما similar in number of electron وسيم جرو وسيم ايه تعالى بقى نشوف ايوه لو هما سيم بيريود بيريود دي اللي هي بالطول ولا بالعرض دول سيميلر النمبر اوف انرجي ليفل سيميلر ان ايه دي الحاجه الوحيده اللي هما سيميلر فيها على فكره هما سيميلر النمبر اوف انرجي ليفل بس different في كل حاجه different in chemical ايه و different in number of ايه يلا زي مين ومين قال لك الالومنيوم والكلورايد دول same period same ايه فليه same period تقول لي عشان هما لا بس نفس البريود ليه عشان similar in energy level عشان similar in ايه في الانرجي ليفل في الانرجي صعبه يلا بينا معتز يلا بينا معتز بيقول لك دلوقتي النمبر اوف انرجي ليفل هو البيريود والنمبر اوف الكترون هو الجروب تمام طيب لو جمعنا سم نمبرز اوف الكترون كل الالكترونات هتديك مين الاتوميك نمبر تيجي نلعب سؤال يعني الاتوميك نمبر اللي هو نمبر اوف الكترون اللي هو نمبر اوف بريتون اللي هو النمبر اللي تحت نبدا ركز بقى عشان ايه الاسئله اللي جايه دي اسئله ذكاء فايه عايز دماغك كده تشطشط معايا شويه شوف كده دماغهم عامله ازاي بيقول لك في اليمنت اسمه اكس في اليمنت اسمه ايه في السكند بيريود وفي جروب اسمه 7 اي عايزين بقى نجيب الاتوميك نمبر بتاعه هو فين في سكند بيريود وفي جروب 7 اي تعرف تطلعه فكر ايه يا جدع طالما انت قلت لي سكند بيريود يبقى عندك كام ليفل الاولاني اسمه ايه
والتاني اسمه ايه؟ ايه. حلو الكلام. الكي دايما فيها كام الكترون؟ 2 و5. ازاي التاني 5 عشان 7؟ ازاي هو انت بتجمع؟ هو الجروب 7 ايه كنا بنجمع ولا ده معناها ان هنا في 7؟ بس ازاي؟ ازاي ايه؟ ازاي في 7؟ تيجي نعكس السؤال انا وانت؟ قول لي اللي قدامك ده اللي هو 2 7 جروب نمبر كام وبيريود نمبر كام؟ بيريود نمبر كام؟ 2. وجروب نمبر كام؟ ايه؟ ايه؟ وايه وايه؟ جروب نمبر كام؟ 7 ايه؟ سبحان الله. ليه كده بقى 7 ايه ولما جيت عكسته وعايز تغيره؟ طب ما هي دي هتبقى كده 9. بس كده هي دي الاجابه. يبقى اليمنت اكس ده الاتوميك نمبر بتاعه 9. يلا كمان واحده. كمان واحده بس عايز دماغك ايه تبقى صاحي. ثيرد بيريود اسمه واي. ثيرد بيريود يبقى عندك كام ليفل؟ 3. كي ال ام احط في الكي كام؟ 2. ال احط كام؟ ايه الام بقى 0. هو 0 جروب دي كان معناها 0 ولا كنا بنلاقي كام؟ 18. اها جمع 28. انا سعيد بس هو قال لك لا الام اخرها كام؟ يبقى 288 يبقى اخره 18. ازاي انت خليت 18؟ يبقى 288 اخرها كام؟ سهلة ولا صعبة؟ لما خفيف. هو السؤال فيه يعرف اللي هو ايه كده اسئلة فيها. يلا بينا. يبقى تاني واحنا في الجدول بتاعنا في جروب وفي بيريود. في جروب وفي ايه؟ حلو قوي. قال لك في الجروب الاتوميك نمبر انكريز باي 8. الاتوميك نمبر انكريز باي ايه؟ اكسبت الليثيوم. اكسبت مين؟ الليثيوم. تيجي نشوف. يلا بسم الله. ادي الجدول اهو. هتلاقي الاتوميك نمبر انكريز باي 8 ما عدا الليثيوم ما عدا اول واحد. ده واحد وبعديها كام؟ 2. بص كده. يبقى هنا واحد بعديها 3. بص بقى. في نفس الجروب بعد التلاتة كام؟ 11. زدنا كام؟ 8. بعد ال 11 كام؟ 18. وعشان خاطري دي 19. زدنا كام؟ 8. يبقى في نفس الجروب كل واحد فوق التاني بكام؟ ما عدا اول واحد بس. اه. يبقى بص كده. قال الاتوميك نمبر اوف اليمنت انكريز باي اكسبت الليثيوم كان 3 والهيدروجين 1. الفرق ما بينهم كام؟ طيب في البريود بقى تيجي نبص على البريود. يلا بسم الله نرجع للجدول الصغير بتاعنا اصغر جدول في الدنيا. نعم. يلا البريود دي نمبر كام؟ 3. دي ايه ده كام؟ 3. لا 6 7 8. الله. يبقى في نفس البريود دايما انكريز باي كام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كده في نفس البريود دايما انكريز باي 1. يبقى تقول لي الاتوميك نمبر انكريز باي 1. انكريز باي كام؟ شطور انا. اللي بعدي الثانيه كانت كله ايه ما عدا الليثيوم والايه؟ الليثيوم والهيدروجين. الليثيوم والايه؟ هيدروجين. ما تنطقش زي بالظبط كده. مفيش حاجه اسمها هيدروجين. هيدروجين ايه؟ بيقول لك الساينتست او العلماء كان نوت ديسكفر ما يقدروش يكشفوا حاجه في النص ما بين الاس وما بين الكلورايد. هو الاس كام؟ 16. والكلورايد كام؟ 16. ما ينفعش حاجه في النص. ليه؟ يمكن 16 ونص عادي. بس بقى بس. قال لك لان الاتوميك نمبر از انتجر ما ينفعش يبقى فيه كسور. ليه؟ لازم لا مفيش ليه في الكيمياء. هو الاتوميك نمبر از انتجر رقم صحيح على راي مستر احمد. ما جاش هيجي يتخانق بس انا كده بتدخل في النمبرز.
فالاتوميك نمبر از ان انتجر انكريز باي 1، مفيش ونص، مفيش واحد وربع، احنا ما عندناش احنا الكلام ده. يلا بينا سؤال بقى من الاسئله عارفها اللي هي كده. بيقول لك استدي ذا اوبزيت فيجر، ادرس حماده اللي قدامك ده، ده الكترونيك كونفيجوريشن، توزيع الكترونات لحاجه اسمها زد، وعايز الاتوميك نمبر. قول لي في اليمنت A واليمنت B، الاليمنت بتاعنا اسمه ايه؟ اليمنت A ده في نفس البيريود، واليمنت B ده في نفس الجروب، تقدر تقول لي هيبقى ارقامهم كام؟ هو ده تو. حلو، سؤال ذكي. قول لي دول انرجي ليفل، اول انرجي ليفل اللي جوه ده بنسميه مين؟ كي. عنده كام الكترون؟ شكرا. تاني انرجي ليفل بنسميه مين؟ عنده كام الكترون؟ ايه. طب ما تعدو فين دول؟ هاي ادي واحد اتنين، في التاني بس تلاتة اربعة خمسة، فين السبعة؟ تاني اول اول انرجي ليفل اللي جوه كان عنده كام؟ تلاتة وتلاتة ستة ودي سبعة. يا حبيبي مش هما انرجي ليفل؟ الاولاني اللي جوه كان كي كام؟ خلصناه يعني احنا بنشيل اتنين. ايوه ناخد اللفة التانية بقى، تاني انرجي ليفل، ما هي ده اول انرجي ليفل بتو، يعني نشيل اي اتنين. مش عايز. يا جدع يا راجل يا ابني، بص بص يا باشا، الحمد لله على السلامه، ركز كده. ادي الانرجي ليفلز، هي اللفات دي انرجي ليفل، فاول انرجي ليفل سميناه مين؟ كي. اللي هو جوه كام ده فايب. وده تاني انرجي ليفل بقى اللي بقى. بس صح كده، يبقى ده طلع عنده كام الكترون؟ خمسة. وعشان خاطري كام الكترون؟ سبعة. ايوه سبعة الكترون. اما اجي اقول لك إليمنت ايه في نفس البيريود، في نفس الايه؟ بيريود. يبقى عنده كام الكترون؟ في العرض. ايه؟ في العرض. اه لو إليمنت ايه في نفس البيريود يبقى عنده كام الكترون؟ هو اللي فولو ات، هو اللي وراه على طول في نفس البيريود، يبقى طب صلى على النبي. هو ده عنده كام الكترون قلنا؟ سبعة. لو احنا في نفس البيريود ماشيين كده وده اللي وراه يبقى عنده كام؟ سبعة. بعد السبعة كام؟ ثمانية. بس لو احنا مش احنا قاعد بقول لك، انت قلت لي الاتوميك نمبر بتاعنا وصلنا انه بكام؟ إليمنت ايه ده اللي فولو، ده اللي يعني وراه، يعني عشان الايه اكنها بواحد. ايوه لا عشان فولو طالما بعده، مش احنا قلنا اللي بعديه دايما بتزود واحد، يبقى سبعة واحد كام؟ نروح للسؤال اللي وراه عشان إليمنت بي بقى في نفس الجروب نزود كام؟ إليمنت بي في نفس الجروب هو كان بي كام؟ قول هو ده في جروب نمبر كام؟ بي ده في جروب نمبر كام اللي احنا بنتكلم عليه؟ زد ده في جروب نمبر كام؟ ايه ايه ولا بي؟ صلى على النبي. عارف يعني ايه جروب؟ كنا بنعرف الجروب منين؟ تو. واحدة كنا بنعرف الجروب منين؟ كنا بنقول number of electron in outermost energy level، فهنا number of electron in outermost energy level بكام؟ حلوة قوي صح كده؟ بفايف. مفهومة؟ تمام. ده بقى الجروب اللي وراه تمام؟ بس فهو بيقول لك element B follow it in same group، نزود كام؟ واحد. صلى على النبي. يلا بينا، احنا قلنا النمبر اوف انرجي ليفل بكام؟ 2. ماشي فولو ات اللي وراه هنزود له
يبقى هنزود له فولو ايت ان سام جروب، هنزود كمان واحد انرجي ليفل كامل اللي هو هيبقى 3. فيهم كم الكترون اللي انت زودته ده؟ في كم الكترون عشان انت زودت كده انرجي ليفل؟ في كم الكترون؟ 8. يبقى تزود 8 يبقى 2 بلس 8 بلس ايه؟ 5 ايكوال 15. صعبه شويه صح؟ تعال نحل بقى شويه.